شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على أبواب العطلة الصيفية، إحدى المشكلات التي ترافق العطلة عادة مشكلة ساعات الفراغ. ساعة الفراغ أولا تمثل مشكلة في حد ذاتها، العمل والإنتاج والفاعلية يملأ النفس قوة ونشاطا واندفاعا، بينما الجمود والخمود والبطالة تملأ النفس ضعفا ووهنا وانكسارا. العمل والفاعلية والإنتاج فيه جهد آني، ولكن هذا الجهد وهذا التعب يحتوي على التعويض الإلهي في ذاته. تجدون النفسية العاملة نفسية نشيطة مندفعة متفائلة،
بينما الكسل والبطالة والفراغ وإن احتوت على لذة آنية، ولكن هذه اللذة الآنية العابرة يرافقها الوهن والضعف والانكسار النفسي. ما أعلم شايفين واحد منكسر من الناحية النفسية. الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه الحالة بقوله: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. الجيش المنكسر ما هي حالته؟ الفرد الذي لا إنتاج له ولا فاعلية له ولا نشاط له يحمل مثل هذه النفسية. قبل فترة رأيت شخص كان يشتغل في سياقة الشاحنات ويتنقل بين المدن. هنالك شاحنات تحمل البضائع بين المدن، يحمل الحديد مثلا أو ما أشبه. هذا العمل غالبا ما يكون عمل مجهد، لأنه هذا السائق يجب أن يطوي المسافات البعيدة ليلا نهارا صيفا شتاء، مشرد عن وطنه، بعيد عن أهله وعائلته. هذا العمل في حد ذاته من أشق الأعمال. قلت له: ألا يتعبك هذا العمل؟ قال: نعم، ولكن أنا مدة كنت بلا عمل فتعبت أكثر. الإنسان الذي لا عمل له ولا أمل له ولا هدف له ولا برنامج له، هذا يعاني أشد أنواع الضغوط النفسية. وحتى علماء الطب الآن في اكتشافاتهم الأخيرة، بعض الأمراض اللي فيما مضى كانوا يوصون المريض فيها بالراحة، الراحة المطلقة، طبعا في بعض الأمراض، الآن توصلوا في اكتشافاتهم الأخيرة أن الراحة المطلقة تزيد المريض مرضا في مجموعة من الأمراض. يحتاج إلى حركة ويحتاج إلى نشاط. ولذلك إحدى الأخطاء الكبيرة الموجودة حاليا التقاعد يعني واحد يفقد الأمل في الحياة ويفقد العمل. هذه الحالة تعجل في إصابة الإنسان بمختلف الأمراض،
وتعجل في موته. الحياة بلا عمل وبلا إنتاج حياة لا طعم لها. هنالك رواية لطيفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول: من يعمل يزدد قوة. العمل يعطيكم القوة، يعطيكم القوة البدنية ويعطيكم القوة الروحية. ومن يقصر في العمل يزدد فترة، يبتلى بحالة الفتور والانحلال. هنالك رواية ثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من قصر في العمل ابتلي بالهم. كأنه هذه الهموم، إحنا كل واحد منا يحمل مجموعة من الهموم والآلام والمشاكل والأمراض، لأن الدنيا الله سبحانه وتعالى خلقها دارا بالبلاء محفوفة. واحد عندما عنده شغل، عنده هدف يجب أن يركض، هذه الهموم والآلام والمشكلات وحتى الأمراض تبقى حبيسة. بينما عندما الفرد يصبح عاطل عن العمل، وإذا بهذه الهموم والأفكار والأحقاد، إذا والعياذ بالله واحد يحمل في قلبه أحقاد، وإذا بهذه كلها تجد المجال للانطلاق. واحد عندما قاعد في غرفته وحده ما عنده شغل، ماذا يفعل؟ حتى الأمراض البدنية تجد مجالها للانطلاق. واحد من الإخوة كان يقول: أنا أتمرض في أيام العطلة، يعني في أيام الخميس والجمعة، لأنه في بقية الأيام ماكو مجال للتفكير، واحد فكرة في مكان آخر. ولذلك إحدى الأخطاء الكبيرة من الناحية النفسية، من الناحية الروحية، من الناحية الصحية، أن يخلد الإنسان إلى الراحة المطلقة. هذا أولا. ساعات الفراغ تشكل مشكلة في حد ذاتها. وثانيا، ساعات الفراغ تمثل طريق إلى مجموعة من المشكلات، المشكلات الدينية، المشكلات الأخلاقية، المشكلات الروحية. هذا الشاب الذي يعيش ضغط الفراغ، ضغط الفراغ عند ضغط، هو ضغط هائل، ماذا يفعل؟ يمكن يتورط في خطوة، وهذه الخطوة تكون بداية لكثير من الخطوات.
هؤلاء الذين سقطوا في مهاوي الانحراف، البداية كانت خطوة واحدة. البداية شاب ما عنده شغل، فراغ عنده، تحت ضغط الفراغ يتصل اتصال تلفوني واحد، وإذا بهذا الاتصال التلفوني يؤدي به إلى خطوة، وخطوة الله تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. يطالع فيلم خلاعي واحد، هذا الفيلم الخلاعي الواحد يمثل بداية، بعيدا عن القضية الأخلاقية والدينية وأن هذا العمل منهي عنه في حد ذاته، هذا الفيلم له ما يتبعه. والنفس راغبة إذا رغبتها. وإذا بهذا الشاب الذي بدأ بهذا الفيلم ينتهي إلى الإدمان على المخدرات. الإحصائيات تثبت أن كثير من حالات الإدمان على المخدرات نشأت من الفراغ. ولذلك نحن في الحقيقة ينبغي علينا، هنالك رواية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذا الحديث: من الفراغ تكون الصبوة. يبدو أن الصبوة بمعنى الميل وبمعنى الانحراف. وهنالك حديث آخر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وما أجمله من حديث، يقول: إن يكن الشغل مجهده فالفراغ مفسده. العمل يتعب، طبعا يتعب البدن ويعطي الحيوية للروح، ولكن الفراغ يجر الإنسان إلى الفساد. هذه الأفلام الخليعة من أخطر الأشياء على دنيا الأفراد وآخرتهم، تحطم دنياهم قبل أن تحطم آخرتهم. هذه الأفلام الخليعة كم حطمت من العوائل. هذا الرجل الذي ينظر إلى هذه الأفلام الخليعة في كثير من الأحيان لا يعود يرغب في زوجته، وهذه المرأة التي تنظر إلى هذه الأفلام الخليعة في كثير من الأحيان لا تعود ترغب في زوجها. كم من العوائل تحطمت على أثر هذه الأفلام. فالفراغ مفسده. ولذلك في الحقيقة أنا نصيحتي إلى إخوتي الشباب أن لا يدخلوا هذا الطريق من البداية. الشيطان ما يخلي لكم حد. الشيطان إذا تغلب عليكم في الخطوة الأولى يجركم إلى الخطوة الثانية والثالثة والرابعة. واحد يغلق هذا الملف نهائيا ويرتاح دينيا ودنيويا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. عندما في البداية قال المؤمن للشيطان لا يرتاح، عندكم صديق يجركم إلى الفساد الأخلاقي، لا تروحون عنده، تنتهي القضية.
أما عندما واحد ذهب، إذا ذهب كيف يقاوم؟ ما هو البرنامج الذي ينبغي أن نضعه في هذه العطلة؟ نشير إلى 3 نقاط في هذا البرنامج. أولاً، البرنامج الروحي والأخلاقي. إحنا كل واحد منا الله سبحانه وتعالى خلق في فطرتنا حب السمو الروحي، الارتفاع الروحي. واحد عندما يقرأ أحوال الأولياء يحب أن يكون مثلهم. الروح تحب أن تحلق، على قول الشاعر: هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع. الإنسان يحب أن يحلق. شايفين الطائر؟ الطائر طبيعته يحب أن يحلق في الفضاء. تجدون أن الطيور تحلق، ولكن هنالك الطير لا يطير. هذا خلاف طبيعته. ليش ما يطير؟ لأن أجنحته مقصوصة، لأنه هنالك حبل يشده إلى هذه الأرض، ما يتمكن يطير. إحنا ارتباطاتنا المادية، علاقاتنا المادية، مشكلاتنا الروحية، الرذائل الأخلاقية التي نحملها، هذه كلها تمنعنا عن التحليق والانطلاق. في الحديث الشريف: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. الحقائق مغيبة عنا، نعيش حالة حجاب. ليش؟ لأن هؤلاء الشياطين يحومون حول قلوبنا. الرذائل الأخلاقية، هذه الرذائل الأخلاقية تظهر في موقعها، هذه تمنع وتحجب. إحنا في وقت من الأوقات يجب أن نحاول أن نغير هذه الحالة. متى نغير؟ في أوقات العمل، في أوقات التحصيل، فكرنا مشغول. واحد أول الصبح عندما يجلس من النوم فكره مشغول بعمله، بدراسته. ولكن الآن هنالك مجال وهنالك فراغ، واحد يهتم بهذه البرامج أكثر، البرامج الروحية والبرامج الأخلاقية. ينقل في أحوال أحد العلماء، ولعله بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، أنه رؤي في يوم من الأيام ضاحكا أو مبتسما،
فقيل له: لماذا أنت في هذا اليوم ضاحك أو مبتسم؟ فقال: في الواقع أنا كذا عام ما أتذكر، 20 عام، 30 عام، أحاول أن لا يكون في قلبي غير الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة من أشق الحالات، أن لا يكون في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. يعني واحد لا ينظر إلى غير الله، لا يتحرك إلا لأجل الله، كل عمله يكون لأجل الله. في هذا اليوم يقول ذلك العالم: توصلت إلى هذه المرحلة أنني أجد في قلبي لا يوجد إلا الله، وأنا فرح لذلك. قراءة القرآن الكريم، لعل الكثير منا قليل ما يقرؤون القرآن، هذه مناسبة جيدة لقراءة القرآن. حفظ القرآن الكريم، كثير منا لا يحفظون القرآن، هذه مناسبة جيدة لحفظ القرآن. كثير منا لا يوفق للاعتكاف، الاعتكاف انقطاع عن الحياة، لأن واحد عندما يمشي مع تيار الحياة ما يفكر إلى أين المسير وإلى أين المصير. الاعتكاف يخرجكم عن هذه الحالة، الاعتكاف من البرامج الإسلامية المحبذ إليها. الوالد رحمه الله كان يقول، كان واحد كان يسميه، كان يأتي إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه في كربلاء، ويقف أمام الضريح المبارك بحالة خشوع وخضوع، ويقرأ القرآن كله في تلك الحالة. كان يقول كان يطول هذه قضية 8 ساعات تقريبا، يختم القرآن واقفا أمام ضريح سيد الشهداء. الوالد رحمه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله أنه في كل يوم كان يقرأ جزءا كاملا من القرآن الكريم بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا كان برنامجه في كل يوم. ويقول: في ليلة من الليالي تعطلت السيارة بين النجف وكربلاء، وكان الليل ليل بارد شديد البرودة، فيقول: كلنا ذهبنا إلى داخل السيارة. ويقول الوالد، يعني والده، أخذ يتمشى في الصحراء بين النجف وكربلاء من الليل إلى الفجر. ونحن كنا في السيارة، ثم بعد الفجر تيممنا لأن ما كان ماء، وصلينا صلاة الصبح، فسألت والدي أنه لماذا تمشيت في هذا البرد في هذه الصحراء؟ قال: أردت أن أقرأ شيئا من القرآن. فقلت له: وكم قرأت؟ قال: 8 أجزاء، لأن كان حافظ للقرآن الكريم. ذكرنا لكم فيما مضى
قضية العلامة الأميني وأنه قرأ في مشهد 30 ختمة قرآن في شهر رمضان المبارك، كل ليلة ختمة كاملة، وأهداها للإمام الرضا صلوات الله عليه. واحد يحاول في هذه العطلة أن يجعل جانباً من وقته للتربية الأخلاقية والتربية الروحية. هذه النقطة الأولى، البرنامج الأخلاقي والروحي. النقطة الثانية، البرنامج العلمي والثقافي. نحن يجب أن لا نستهين بدور العلم. العلم له دور فوق ما نتصور. العلم هو الذي يسير الحياة، هذه الحياة التي نجدها الآن تسير بالعلم وتسير بالفكر. هنالك رواية في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الإمام يقول: العلم حاكم والمال محكوم. هنالك رواية في بحار الأنوار عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: الحكام ملوك على الناس والعلماء حكام على الملوك. العالم حاكم حتى على الملك وحتى على الحاكم. الحاكم إنما يسير برؤية معينة في كل البلاد، هذه الرؤية من الذي يعطيها للحاكم؟ العالم. هذه القرارات المصيرية التي تتخذ في الدول الكبرى، من الذي يتخذها في الواقع؟ الحاكم؟ كلا، وإنما العالم الذي يكون خلف الحاكم. الآن يعطيه رؤية صحيحة أو خاطئة ذاك بحث آخر، ولكن العلم يسير الحياة. العلم حاكم والمال محكوم، الذي يسير الأثرياء العلماء والعلم، الذي يسير الحكام العلم والعلماء، الذي يسير المتدينين العلماء، والذي يسير غير المتدينين العلماء. العلم الديني أو العلم الدنيوي. نحن في هذه العطلة ينبغي علينا أن نتزود من العلم، العلم الديني والعلم الدنيوي. الكفار الآن يحكمون الحياة بالعلم، ونحن محكومون لأننا لا نملك العلم. هذا هو البرنامج الثاني. البرنامج الثالث ونقتصر عليه، البرنامج الاجتماعي.
أحد الأفراد المتدينين الذين أكثروا السفر سفرات كثيرة، سألته كيف وجدت البلاد التي سافرت إليها؟ قال: كل البلاد التي سافرت إليها وجدت دعايتها أكبر من واقعها. جميع البلاد، كل بلد عنده دعاية، عندما تذهب إلى ذلك البلد تجد أن واقعه أصغر من الإعلام المحيط به. إلا بلد واحد وجدت واقعه أكبر من دعايته، من جملة عوامل قوة ذلك البلد أن هذا البلد يحتوي على ألوف المؤسسات الاجتماعية. الدولة تمثل مؤسسة، وهنالك إلى جانب الدولة ألوف من المؤسسات الاجتماعي في مختلف الأبعاد. هذه المؤسسات الاجتماعية تعطي قوة لذلك البلد، وكان يذكر أرقام خيالية عن تلك المؤسسات. إحنا إحدى نقاط الضعف في بلادنا أن المؤسسات الاجتماعية ضعيفة، وعلى أثر ضعف هذه المؤسسات المجتمع ككل يكون ضعيفا. في ذلك البلد طبق بعض الإحصاءات المنشورة يوجد 32,000 مؤسسة خيرية. طبعا هذه ليست بلاد المسلمين، هذه بلاد الكفار. هذا الشخص كان يقول: كنت أذهب إلى بعض المؤسسات، مؤسسة خيرية واحدة مثلا تحتوي على 90,000 عامل. طبيعي يكون ذلك البلد قوي مع كل الإشكالات ومع كل الملاحظات الموجودة على النظام السياسي الحاكم في ذلك البلد. الذين يشاركون في هذه المؤسسات الخيرية في ذلك البلد 93 مليون شخص متطوع. ينفقون سنوياً 20 بليون ساعة في العمل الخيري في سنة واحدة. 20 بليون ساعة. أكو في بلادنا هكذا مؤسسات؟ ألا يتقدمون علينا؟ المؤسسات السياسية واضح أنه متقدمين علينا،
المؤسسات الاقتصادية، واضح أنه متقدمون علينا، حتى في المجال الخيري متقدمون علينا. قبل سنوات تبرع شخص واحد من ذلك البلد $1 مليار للمنظمات الإنسانية، وهذه ثلث ثروته، لأن ثروته $3 مليارات. طبيعي المجتمع يكون قوي. إحنا مجتمعاتنا تحتاج إلى عشرات الألوف من المؤسسات الخيرية والاجتماعية والثقافية والإنسانية حتى تتمكن أن تنهى، وإلا هذه الحالة من التخلف والتأخر تظل. إحنا ينبغي علينا في هذه العطلة أن نضع جانبا من نشاطنا للنشاط الخيري والاجتماعي والإنساني والثقافي. هذه العطلة إذا استفدنا منها تنتهي هذه العطلة ونربح، وإذا لم نستفد منها تنتهي هذه العطلة ونخسر. ينقل في أحوال أحد العلماء أنه كان جالس يكتب، فجاء ولده وفرش فراشه وأراد أن ينام، ولد العالم. فقال له العالم: ما هكذا ينبغي أن تنام؟ فقال الولد: وكيف ينبغي أن أنام؟ قال: هكذا. وضع العالم قلمه وهو في حالة الجلوس، وأغمض عينيه، وأغفى إغفاء قصيرة، ثم استيقظ. قال العالم: ينبغي أن ينام هكذا. هذه الآثار الكبيرة التي نجدها لأنه كان وراءها هكذا روحيات وهكذا نفوس. هذه الروحية هي التي صنعت صاحب الجواهر وصنعت كتاب الجواهر. هذه الروحية هي التي صنعت مفتاح الكرامة. هذه الروحية هي التي صنعت العلامة الحلي وكتب العلامة الحلي. العلامة الحلي رحمه الله حتى على دابته كان يؤلف. أحد العلماء كان يقول، من العلماء المجدين، كان يقول: نحن ركضنا ولم نصل إلى شيء، الذين لا يركضون إلى أين يصلون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلك.
والكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق. هدي